السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس حمدي من كرياتيف جو. في الفيديو ده هنتكلم عن المش لايت، او ازاي احول اي اوبجكت لمصدر ضوء. الارنولد بيتيح لنا فلكسبيليتي كبيرة جدا في الاضاءة، بيديني الفرصة ان انا احول اي شكل او اي اوبجكت لاي مصدر ضوء. يعني لو افترضنا ان انا عندي حاجة زي الكلمة دي وعايز احول الكلمة دي لمصدر اضاءة، هبتدي اعمل ايه؟ يا اما افتح ارنولد واقول له لايتنج وابتدي اقول له مش لايت، بس لازم دايما ابقى ماسك الاوبجكت بتاعي علشان ياخد المش لايت. يعني بمعنى اخر، انا لو مش ماسك اي اوبجكت وجيت قلت له ارنولد لايتس مش لايت، هلاقيه بيقول لي نو ترانسفورم از سيلكتد. وبنفس الطريقه ممكن اعملها من الارنولد شيلف، اعلم على الاوبجكت وابتدي ادور على المش لايت بتاعي، كريت مش لايت واضغط عليه كليك. او ممكن اجي من اللايت اديتور بتاعي واقول له مش لايت. كل الطرق دي هقدر اعمل بيها المش لايت بتاعي. طب تعالوا نمسك الاوبجكت ده كده ونقول له اعمل لنا ان الاوبجكت ده مش لايت بالطريقه دي، وتعالوا نقول له اعمل لنا ريندر. نعمل كده زوم وهاجي اقول له ريندر. حتى الان انا مش شايف اي حاجه مضيئه في المشهد بتاعي، فهبتدي اقول له زود لي الاكسبوجر بتاع الاضاءه. زي ما احنا شايفين الاضاءه بتاعتي ابتدت تظهر، لكن للاسف ده مش مصدر الضوء نفسه اللي ظاهر قدامي. امال ده ايه؟ ده الخيال اللي حوالين الاوبجكت بتاعي. طب هبين مصدر الضوء نفسه ازاي؟ هبتدي اقول له لايت فيزبل بالشكل ده، وبكده هتبتدي الحروف بتاعتي تبان مضيئة. يعني لو زودت الاكسبوجر شوية هلاقي ان الحروف بتاعتي ابتدت تبقى مضيئة اكتر. وده بنستخدمه مثلا في الاضاءات بتاعت الفنادق واسماء المحلات وهكذا. وطبعا انا عندي القابلية ان انا اغير كل البارامترز اللي احنا متعودين عليها من قبل كده. زي مثلا ممكن ابتدي اقول له غير لي الكالر بتاعي، خلي لي مثلا الإضاءة بتاعتي لونها بينك. وممكن برضو أبتدي أقول له قلل لي الشادو دينستي أو زود لي الشادو دينستي. يعني كل الأوبشنز اللي كانت متاحة قبل كده متاحة في المش لايت. تعالوا نجرب نعمل مش لايت لأي أوبجكت تاني للتأكيد. لو جينا بصينا في الفيو بورت بتاعنا هلاقي إن أنا عندي حاجة زي الدايرة دي. هضغط على الدايرة، المرة دي هعمله من اللايت إديتور وأبتدي أقول له مش لايت بالشكل ده. طبعا الدايره بتاعتي ما نورتش، فهبتدي اقول له زود لي الاكسبوجر بتاعي بالشكل ده. وكل ما زود الاكسبوجر بتاعي كل ما الاضاءه بتاعت الدايره تبقى اقوى. طب افرض كنت عايز اظهر الدايره نفسها، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اقول له لايت فيزبل بالشكل ده عشان الدايره عندي تظهر. نفس الكلام لو عملت على الاوبجكت التاني، تعالوا بس نمسك الريندر. مسكت السيلندر دي وجيت قلت له من الارنولد اعمل لي مش لايت، كده انا حولت السيلندر ده لمصدر اضاءه. هبتدي ازود الاكسبوجر بتاعي بالشكل ده، ولو قلت له لايت فيزيبل هيبتدي يبان مصدر الضوء بتاعي بالشكل ده. وطبعا ممكن اغير الكالر بتاعه اخليه مثلا مخضر كشوية. وبكده احنا قدرنا نعمل مش لايت بالشكل اللي احنا عايزينه او بالطريقة اللي احنا عايزينها. لو شايف ان الفيديو ده مفيد ليك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان توصلك فيديوهاتنا في اقرب فرصة.